القدرة على المسامحة، مسامحة الآخرين، بس مسامحة النفس كمان موضوع بي بوزيتيف لليوم مع جيهان بويونس مدربة حياة لايف كوتش. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أهلا فيك. هيدا موضوع طبعا كتير مهم، ومنعرف كتير أنه المسامحة بتخلي الإنسان يكون عايش بسلام، بس الطريق لهون أوقات ما بتكون هينة، أوقات بنكون مجروحين كتير، أوقات بنكون حاسين أنه هيدا موضوع ما قادرين، موضوع معين ما قادرين انه نقطع عنه، او بنحس يمكن انه الشخص يلي بدنا نسامحه منه عم يبذلنا الموضوع. يعني في اوقات صعوبات. بالنسبه لك شو هي المسامحه؟ المسامحه هي قوه. المسامحه هي لما انت بتكون مكبله، لان انا لما ما بسامح انا مكبله، انا ماني طايره، انا انسان طاير، انا انسان حر. لما ما بسامح انا مكبله. سو انا مكبله، ما في اعمل شيء بحياتي، ما في اتقدم بحياتي، وقفي محلي. سو هيدي كتيتر الفورجيفنس، المسامحه. حلو حلو هالتفسير. كيف بتعلم انه يكون عندي قدره على المسامحه؟ ولما الانسان بيكون متسامح، بيكون متسامح بكل شيء؟ ايه بكل شيء. ما في شيء اسمه ايه هون بسامح، شيء اسمه لا ما بسامح. لكن السماح هو ديسيجن، قرار. انا بدي سامح، بدي اخذ هذا القرار انه انا سامح. هلا اول شيء عندنا تو بارتس للسماح. عندي اول شيء انه انا سامح حالي، لأنا كإنسان بدي غلط. It's okay to make mistakes. مانا the end of the world إن أنا أغلط، لأن أنا طبيعي بكتير مطارح ما رح أعرف أتصرف. مطارح عندي issues، مطارح عندي أشياء. So أنا بدي أقول لحالي It's okay جيهان you made this mistake، بس أنت تعلمي lesson من هالمستيك. كمان لما أنا عم بعمل هالشي لحالي تلقائيا بدي أعمله مع الآخر، مع غيري، لأن كمان غيري هو إنسان human being بده يغلط، في كتير مطارح ما رح يعرف يتصرف. بس أفهمه تلقائيا انا بسامحه. هي بس اني افهم الانسان يلي قبالي، حط حالي محله وافهمه، انا بصير فيي سامحه، ما اخذها شخصيه وهو عمل واذاني وطلع، لان هو هي هاز ايشوز كمان، هي هاز بروبلمز بحياته. انه كنا عم سامح الشخص الثاني هو انه ارجع اعمل علاقه طبيعيه معه وقريبه وضروري، ولا فيي سامحه بدون ما افوت بكل هودي؟ ايه هون ديبيندز مين الشخص بحياتك، شو بدك منه. انت كل انسان بفوت على حياتك يا بتاخدي منه blessing يا lesson. سو انت هون بتقرري. اذا شخص فات انت لقليك انه ازيكي وما مش الحال انت وياه، انت بتقرري يا بتسامحي، بتقولي هذا الشخص بدي سامحه وبدي كمل انا وياه، لان بتعرفي انه هو غلط ومش قاصد يغلط والى اخره، يا بتقولي انا هذا الشخص ازاني غلط معي بسامحه، بس انا ما بدي بقى بحياتي، ما انه بقى شيء انه منيح لقلي بحياتي. سو بتنتهي هون العلاقه، بس بتكوني سامحتي، مش بتنتهي العلاقه باي باي وانت ما سمحتي. شو يعني شخص بيسامح الثاني؟ يعني الشخص الثاني لازم يكون عارف بالمسامحه، او اذا حتى ما يكون عارف. ايه في ما يكون عارف، لانه وقت حتى ما بيقبلها يعني. ايه ما هو انت ما قلك على الاخر، نحن ناخذ حريتنا. الشخص اللي قبالي اذا طلع عبله ياخذ حريته مني فاين، كده كثير منيحه لإله، بس اذا هو ما بده اتس اب تو هيم هيز ديسيجن. انا ما فيي اقول له لا تعا، مع انه في شيء كثير حلو بالحياه انه الناس بتنعدى من بعضها، ناس بتغال غير الحلوة من بعض. يعني أنا بشوف شخص عامل أكت حلو بحب أنا أعمل مثله، بس في أحيان sometimes العالم ما بتحب تاخذ هذا الأكت. ما ننسى أنه في أوقات يمكن بنعتبر أشخاص غلطوا بحقنا، بالنسبة لهم ما بيكونوا غلطوا، أو يمكن بالنسبة للحقيقة ما بيكونوا غلطوا، ما بعرف، بس أنه في يعني أشياء نسبية بالنسبة للأشخاص. معيار 100% معيار. أنت قيمت إذا أنا بقول لك هيك شغلة بتزعلي، لأنه أنت غير أنا، أنت identity مختلفة عني أنا. أنت ككاتيا يمكن إذا واحد قال لك هيك كلمة بتزعجك، أنا يمكن لقلي فاين تقطع. سو أنا مش بس بدي أشوف أنا إذا طلع عبالي هيدي شغلة إيه بتأذي أو لا ما بتأذي، ما بدي أشوف اللي قبالي إذا الفيلينجز تبعه انجرحوا ولا لا. هيدي هي. يعني هون الواحد بيكون عم يفكر بطريقه منفتحه، بيكون عم يفكر بالاخرين وكيف هو بده يتعامل معهم، مش هو بس كيف بيشوف الاشياء. 100%. اذا حكينا عن مسامحه النفس، وين ممكن انه الواحد يكون عم يفكر انه بلكي عم سامح نفسي يعني عم بسمح لحالي غلط، او عم سامح نفسي يعني ما عم بتقدم لقدام؟ لا، هو انت بس سامحي حالك. يعني أنا بعرف حالي غلطت هون، بأخذ اللسن منها. يعني إذا أنا عملت شيء بحياتي يا ماما ما استفدت منه، ما حبيته، ما لقيت هذا الشيء فايد جيهان بحياتها بمستقبلها بأيامها، بغير، بأخذ اللسن منه، بشوف إن هذا الشيء ما فادني، بغير، ما بقعد أعمله مرة تانية.
بس مش يعني انا اتس اوكي تو ميك ميستيكس انه انا هلا عرفت الغلط انه انا عملت غلط عرفت انه غلط وبرجع بعيده. لا هي ما اسمها واحد اتس اوكي تو ميك ميستيكس. ما انت يور باست هو يلي بيحدد لك يور فيوتشر. كل شيء انت قطع عليك بماضيك خصوص المشاكل اللي قطعت وخصوص الاشياء اللي بكتك هي اللي عملت كاتيا اليوم. لو انت عايشه حدا بهيك ستابيليتي من اولتك ما بيمشي الحال، ما بتكوني حدا قوي. وين الواحد عن جد بيكون ما قدر يسامح حاله؟ نو واي نو واي. هو يا هو بيقرر يا لا. الناس بتفكر يمكن كثير صعب انه انا سامح حالي او سامح غيري، بس هو something easy and doable. يعني فينا نعملها، بس انت بدك تاخذي الاكت. بدك تقتنعي وتاخذي الاكت، بدك تصدقي ان انت انسان وبده يغلط، بس تعرفي قيمتك كانسان والبوتنشلز تبعك وقدراتك، بتطلعي وتقولي انه انا اتس اوكي تو ميك ميستيكس. قد ما كانت الغلطه كبيره اكيد اكيد، لانه في سبب تصار في غلطه. ما حدا بيجي بيغلط هيك، ما حدا بيجي بيعمل خبريه، خصوصا لما بيشوف انه ما فدته. يعني كلنا قطعنا فيه، انا قطعت كثير مطارح بحياتي، عملت شيء بعدين بقول انه يا ريت ما عملت هالشيء، بس برجع بقول لا انا منيح اللي عملت، تعرفت مشان بكره، لان انا بهمني بكره ما بهمني امبارح. امبارح قطع، امبارح اللسن تبعي كل شيء درس، بكره هو التخطيط نتيجه الدرس. في اغلاط مضطره تعيشي معها كل حياتك. مثل كيف بتسامح؟ يعني في اوقات ممكن واحد يغلط غلطه ما بيقدر فعلا انه يطلع منها، بتكون لايف تشينجينج، بتكون عم بتغير له كل حياته او حتى حياه غيره. كمان هون بده يرجع يتاقلم مع الواقع الموجود، وهون يقدر يسامح حاله في طريق بده يقرر يسامح حاله. في قرار اكيد كله كل شيء بحياتك بدك تقرر تسامحي حالك، او كل شيء بتعمليه بدك قرار. يعني نحن بس نسامح عم نزرع حب. يعني هن العالم يقول ايه نزرع حب، بس هي عن جد نحن البشر اصلا خلقنا من لحظه حب. يعني انا بس جيت على هالدنيا وتكونت من لحظه حب، سو كل شيء بحياتي هو حب. انا بس سامح حالي وسامح غيري قد ما كانت الشغله كبيره، هيدا انا عم بزرع حب بحالي وعم بنقله لغيري، عم بزرع حب الدنيا، ما عم بزرع ريفنج يعني انتقام. لان انا اذا ما بسامح انا بدي انتقم، يا يعني بنتقم من حالي عملت وعملت وعملت وبصير ماني مبسوطه وماني راضي وما عندي سيلف كونفيدنس وما عندي سيلف استيم عالي، وغيري كمان نفس الشيء. اذا انا ضلني حاطه براسي انه ما هيدا اذاني، هيدا عمل، هيدا كذا، لا شعوريا بدي ضلني عايشه كل حياتي كل ايامي وكل لياليه كل تفكيري نيجاتيف. اصلا ما بكون في بوزيتيفيتي، راحت. يعني كل الوقت عم فكر كيف بدي ارد له اياها، او حكي هيك بدي اعمل هيك، عمل هيك بدي اعمل هيك. هلا ما في مهرب انه واحد يمرق بفتره من هالفترات. هو التحدي انه تكون قصيره ايه، او يكون في قرار انه من الاول يكون في قرار انه بدي اتخطاها 100%. بدي كيف بيساعد الشخص لايف كوتش او مش لايف كوتش او صديق او الى اخره شخص اخر انه يوصل لهالقرار؟ انا في احكي انا از لايف كوتش، نحن من خلال السيشنز اللي بنعملها مع الكلاينتس، يعني انا عندي كثير كلاينتس اول شيء قطعت معهم هو الفورجيفنس، لانه عندهم باست مع اهاليهم، مع رفقاتهم، مع اكس، مع whatever، يعني ما ارتاحوا وما حسوا حالهم مبسوطين وبوزيتيف بحياتهم غير ما شيلوا هيدا التقل. لانه انت كل شيء كميول، كله متراكم من انت وصغيره، كله متراكم على كتافك وحملتيهم وحملتيهم وحملتيهم، فاجا الوقت تطلعي تتحرري. بس تشيلي هالعبء عنك رح تحسي حالك انه واو انا مرتاحه، يو ليف ان بيس، يعني خلص صار في سلام بحياتك، لاف وسلام، ما في ريفنج. يمكن في اشياء كمان واحد بيحملها معه وما بيكون عارف ايه؟ انه هيدي اللي معرقلته. ايه كل شيء بلوكاج بحياتك انت ما بتكون ناسيها. ايه اكيد، بس بعدها تقيلة عليه. ايه في كثير، كلنا. انا بحكي عن حالي، انا ببلش بحالي، ما بحكي عن حدا، انا بلشت بحالي. انا بس بلشت بالكوتشنج اول شيء درست حالي وغيرت حالي وعملت ترانسفورميشن، وكل شيء عملته بلشت فيه انا تجربه شخصيه، ولقيت انه طالما انا قدرت عملت يعني غيري في يعمل. انا ماني احسن من حدا بولا شيء، كلنا بشر كلنا ناس نفس الشيء. سو انا قدرت عملت يعني كلنا فينا نعمل. اهلا وسهلا فيك جيهان بيونس على هالفكره اكيد الايجابيه. ان شاء الله يكون الجميع يعني قادرين يعرفوا قد ايه قوه المسامحه وقد ايه قدرتها كبيره. شكرا لك لوجودك معنا. وقفه بنرجع بنتابع نحن وياكم بولو فيم اليوم، بنستقبل عمر الرحباني، خليكم معنا.